ما كنت إخواني وأخواتي راغباً في هذا الرد، يشهد الله تبارك وتعالى، وقد رغبت عنه منذ البداية، وذلكم لجملة أسباب، منها أنني تابعت شيئاً مما تفضل به إخواني المشايخ المذكورون، وخاصة الشيخ الخميس والشيخ الداهوم في حلقات سابقة، ومن غير مبالغة ومن غير بخس أيها الإخوة، لم أجد حجة حقا، وجدت سبابا وشتائم وإقذاعا ومواقف شخصية، فضربت كشحا وليتا وقلت يغفر الله لي ولإخواني. ثم لما كانت هذه الحلقة المتلفزة في زهاء ساعتين، علمت أن في متابعتي لها تضييعا لوقتي، ويشهد الله أنني لم أتابعها ولم أطلع إلا على زهاء 8 دقائق مقطع نزله بعض الإخوة على اليوتيوب، وغير ذلك لم أجد دافعا أن أتابع. منذ البداية لو وجدت علما وإنصافا واقتدارا أيها الإخوة لتابعت، لعلني أستفيد، لعلني أكون ضالا في بعض المسائل فأهتدي، ولست فوق أن أنصح وفوق أن أنقد أيها الإخوة، ولكني لم أجد هذا، لذلك رغبت عن الاستماع ومشاهدة هذه الحلقة. والسبب الثاني، علمت أنهم لما كانوا لا يحتجون علي بحجج وبينات واضحة وفالجة، أنني لو رددت أيها الإخوة سأكون منتصفاً ومنتصراً لنفسي ولشخصي الضعيف، وأنا موقن بأن هذا لا يرضي الله تبارك وتعالى، وأعلم والله أن الله تبارك وتعالى لن يبارك في هذا الرد، ولن يفيد منه المسلمون شيئاً جديداً، بل سيوغر الصدور وسيزداد به الجو تسمماً، والجو الإسلامي للأسف في هذه العقود إلى حد بعيد مسمم أيها الإخوة. انظروا إلى طريقة النقاش والحوار، الإقذاع والسباب والشتائم والتهكم والتمسخر أيها الإخوة، والبهت والافتراء، وقد خاب من افترى، البهت والافتراء والاقتطاع. المسلم الحق لا يمكن أن يسوغ لنفسه أن يفتري على عدو كافر، فكيف على مسلم؟ أما الفتاوى أيها الإخوة التي تبرر الافتراء على كل من خالف وعلى كل من لم يتطابق معنا، هذه شأنها شأن من افتراها، شأنها شأن من افتراها، وشأنهم معروف، نسأل الله لهم الهداية والصلاح. يسوغون هذا، يقولون خطة أن نرميه بكذا وكذا، بالترفض، بالزندق، بأي شيء، ثم نغسل أيدينا منه، ينفض عنه الناس بهذه الطريقة. لا يجوز، قد خاب من افترى. رمي المسلمين الموحدين بهتان والعياذ بالله عظيم، بما ليس فيهم طبعا، بهتان عظيم. ولذلك إخواني وأخواتي، سأضرب صفحا عن ذكر قائمة السباب والشتائم، وهي قائمة طويلة نسبيا، عشرات الألفاظ سببت بها في أثناء الحلقة المتلفزة هذه. أستحقها لا أستحقها، الله حكم بين عبادي، لن أعلق عليها، فقط أقول لإخواني والأخ مقدم الحلقة الشيخ سالم النواب حفظه الله، حتى إذا أردت أن تسب عليك أن تعرف كيف تسب. في السب حتى لابد أن تكون عارفاً بما تسب. تسميني الدعي، فهل عرفت معنى الدعي؟ الدعي من الدعوة والدعاوة، والدعوة في النسب والدعوة في الطعام، كما قال ابن شميل، الدعوة في النسب، يقال هو داعي النسب، أي زنين أيها الإخوة، وظنين، لا يعرف من أبوه. لذلك يا أخي الشيخ سالم حفظك الله وأصلحني وإياك، عليك أن تعرف كيف تسب. أنا أعلم أنه يريد المدعي، مدعي العلم والفهم، أعلم هذا، لكنه يسميني الدعي، ويطير بها الجهلاء والأغمار، الدعي، الدعي، قول عظيمة. على الأقل من أحب أن يسب ولا يشتفي إلا بالسب، فليسب عن بينة، وليسب عن معرفة. فرق بين الدعوة وفرق بين الدعوة. وأترك هذه المسألة وأمضي.